هنتكلم في الجزء الثالث من الديزاين كونسيدريشن على البولت كونكشنز او وصلات المسامير. في الواقع في طرق كثيره لوصل الاجزاء الميكانيكيه، والمقصود بوصل الاجزاء الميكانيكيه هو وصل اكتر من جزء، يعني ممكن يكون جزئين او ثلاثه او اكثر. بنستخدم العمليات الوصل في طرق كثيره. الطرق دي ممكن نلخصها في الطرق الاساسيه او المشهوره منها، اللي هي طرق اللحام الويلدنج، وفي البولت كونكشن، وفي الكابلينجز والكلاتشز والريبيتنجز. بالنسبة للحام، فاللحام ليه طرق كتيرة، في اللحام بالكهرباء، اللحام بالغاز، اللحام بسبيكة السيراميك، اللحام من نقطة، وهكذا في أنواع كثيرة من اللحام. عملية اللحام بتعتمد في الأصل على الجسمين اللي أنا عايز ألحمهم، أسخنهم لدرجة حرارة التعجن اللي هي درجة أقل شوية من درجة حرارة الانصهار، وبالضغط عليهم ممكن ألحمهم، أو أسخنهم لدرجة حرارة التعجن وأسخن معهم معدن ثالث وسيط، معدن مساعد وسيط، اللي هو مثلا زي سلك اللحام، بشرط إن سلك اللحام ده هو بيوصل لدرجة حرارة الانصهار، فبينزل على المعدنين دول اللي هم في درجة حرارة التعجن. ثم لما بتنخفض درجة الحرارة بعد إتمام عملية اللحام، لما بيبعد اللهب، بيبتدي الأجزاء دي تتلحم مع بعضها. اللحام فيه ليه عيبين أساسيين، هو أسهل طرق التوصيل، ولكن ليه عيبين رئيسيين. أول عيب للحام هو إن الأجزاء التي يتم لحامها لا يمكن فصلها، واحنا اساسا بنلجأ الى عمليات وصل الاجزاء الميكانيكيه، بيبقى الهدف منها ان انا لما يكون عندي جزء معين مكون من مجموعه من الاجزاء، فانا ممكن لو اي جزء صغير من هذه الاجزاء اللي بتكون الجزء الكبير حصل فيها عطل او فيلير انهيار، ممكن ابدلها. لكن لو كل الاجزاء دي كلها ملحومه مع بعضها واصبحت حته قطعه واحده، فلو حصل فيها جزء لازم ارمي كل الجزء بالكامل بكل اجزائه اللي تلفت واللي ما تلفتش، عشان اجيب مجموعه اجزاء جديده مماثله ليها وابتدي الحمها عشان تشتغل وتؤدي لي الغرض او الفانكشن المطلوب منها. طبعا دي بتبقى عمليه مكلفه. ده العيب الاولاني. العيب الثاني للحام هو ما يحدث خلال عمليه اللحام من ظهور مناطق هاردنس، او مناطق بيكون فيها الهاردنينج عالية. يعني عملية اللحام، يعني الرسمة اللي قدامنا دي دلوقتي بتبين لي جزئين ملحومين مع بعض. الجزئين اللي هم المكتوب عليهم 1 و2 دول الجزئين اللي انا عايز الحمهم، والجزء الاخضر اللي مكتوب عليه 3 دون ده وصلة اللحام نفسها. لما نبص مع هذه الاجزاء مرسوم فوقها منحنى، يبين العلاقة بين الهاردنس اللي هي الصلادة و طول العينة. نلاحظ ان الهاردنس بتقل كل ما بتاعه الجزئين المتصلين مع بعض دول بتقل كلما بعدنا عن نقطه اللحام سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين. يعني لما نبص للمنحنى اللي قدامنا ده نلاقي ايه؟ نلاقي ان في منطقه مكتوب عليها اكس، واكس دي بتحدد لي المنطقه اللي فيها الهاردنس اعلى ما يمكن، ودي المنطقه اللي بتبقى عند منطقة اللحام 3. كل ما بعدنا عن منطقة اللحام نلاقي ان الهاردنس بتقل 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 لغاية لما توصل في المناطق البعيدة قوي عن منطقة اللحام، توصل الهاردنس الرئيسية للجزء اللي احنا ممثلينها بـ A بـ H على المنحنى اللي فوق. هنا ناخد بالنا من حاجة، ان طول المسافة اللي الهاردنس بتقل فيها دي بتتوقف على الخصائص الحرارية والميكانيكية للأجزاء اللي انا بلحمها، وبالتالي بيجي في المنطقة الفوقانية اللي عندها اكس دي، الهاردنس العالية دي بتكون مصحوبة بان المعدن بيتولد فيه مايكرو كراكس او شروخ ميكروسكوبية. هذه الشروخ الميكروسكوبية بتضعف من المعدن وبتكون نواة
لان يحصل انهيار للجزء الميكانيكي بتاع عند هذه الايه المنطقه، وعشان كده من غير المستحب القيام بعمليات اللحام. طبعا في طرق فنيه احنا ممكن نقوم بيها علشان نقلل من الهاردس دي، وهي عمليات معالجه حراريه زي عمليات الانيلينج، ولكن مهما يكن او عمليه الانيلينج ما بتقدريش توصل لي ان الهاردس بتاعتي توصل كلها الى الهاردس الاساسيه اللي قيمتها اتش، لكن بتبقى ايه اعلى برضو. وبالتالي من هنا احنا ما بنفضلش عمليات اللحام بدرجة ايه كبيرة. الحاجة اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم على البولت كونكشنز. في البولت كونكشنز نلاحظ ان هو الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح لي ايه، بتوضح لي مسمار مرسوم بالصمولة بتاعته وليه بعض الابعاد. اول حاجة لما نيجي نتكلم على المسامير نعرف ايه هي السيريز بتاعت المسامير الموجودة عندي. انا لما اجي اصمم جزء وبحسب له المسمار بتاعه لازم ابقى عارف ان المسامير دي انا بجيبها ستاندرد، يعني اجزاء قياسيه بشتريها من السوق جاهزه، وبالتالي لازم عارف ابعادها. ابعاد المسامير، المسامير عندي بنديلها الرمز ام، من ام 1 لام 8. مقصود بام كلمه واحد دي معناها ان القطر الخارجي للمسمار واحد، ففي مسامير ام 1 وام 8 بخطوه 1 ملي، يعني ايه في ام 1 وام 2 وام 3 وام 4 وام 5 و6 و7 و8. من 8 ل 24 في كل 2، يعني في مسمار ام 8 يعني القطر الخارجي 8. ام 9 مفيش حاجه اسمها ام 9 لكن في ام 10، يبقى في ام 8 بعدها ام 10 12 14 وهكذا لغايه 24. ابتداء من 24 لغايه 48 الخطوه بتاعه المسامير الستاندرد الموجوده القياسيه، المسامير القياسيه اللي موجوده هي 3 ملي، يعني في مسمار ام 24 يعني قطره الخارجي 24 ملي، في 27، في 30، 33، 36 وهكذا لغايه 48. مع ملاحظه حاجه ان هذه المسامير تبقى للستاندرد الالماني والسن بتاعها بيبقى سن معروف، وبالتالي انا لما بشتريها ممكن اشتريها بكل الاكسسوارز بتاعتها او الاضافات بتاعتها، ممكن اشتري الصامولة بتاعتها الوردة بتاعتها وهكذا، يعني كل ايه مشتملاتها بتبقى ايه متوفرة. المسمار ليه مواصفات رئيسية لابد ان احنا نبقى عارفينها، وهي ان المسمار بتاعي بيكون الراس بتاعته بيكون ارتفاعها 7/10 دي، يعني احنا اعتبرنا ان دي هو قطر المسمار. يعني لو على سبيل المثال احنا عندنا مسمار ام 24 هيبقى قطره الخارجي 24 ملي، هيبقى ارتفاع راس المسمار 7/10 ل 24. الصامولة بتبقى 8/10 الديامتر دي، اما الطول ال 1 اللي هو الطول الجزء اللي هو طول المسمار، في مسمار بيبقى في جزء مؤلوز وجزء غير مؤلوز، الجزء المؤلوز بنسميه الرقبه او النك. الرقبه دي هي الطول بتاعها ال1 ده متغير، ده بيتوقف حسب احتياجي انا، يعني ممكن الاقي في سيريز كبيره قوي من الاطوال ايه ال1 دي موجوده ايه في السوق. الرسمه اللي قدام بتاعت المسمار دي بتديني الابعاد الرئيسيه للمسمار، يعني نلاحظ حاجه مثلا ان اكبر قطر للصامولة او لراس المسمار بيبقى 2 الديامتر، ونلاحظ ان الصامولة بتبقى مشروفة من وجهتين، من الجهة العليا والجهة السفلى، واللي بتظهر لي على هيئة منحنيات، في حين ان راس المسمار بتبقى مشروفة من ايه من المنطقة الخارجية فقط، في حين ان السطح الاخر لراس المسمار المرتبط مع الساق يبقى عدل مش مشطوف، لان ده ما بشطفوش ليه، لان ده بحط تحت ممكن يبقى ملامس للسطح بتاعي اللي ايه الا المسمار هيمسكه. وهنشوف دلوقتي بعد كده هنشوف ايه بعض التفاصيل الاخرى للمسامير. هنتكلم دلوقتي ببعض التوضيح عن وصلات المسامير، و عشان نشوف نبقى عارفين المسمار عبارة عن ايه. عبارة عن عمود فيه جزء مقلوص او فيه ألووز. هذا العمود اللي فيه جزء الألووز يعتبر الألووز فيه ألووز خارجي. هذا الألووز الخارجي
احنا بنحطه او بيتركب فيه لوز اخر ليه نفس السنة من حيث الشكل، يعني نفس الخطوة ونفس ابعاد ارتفاع السنة، في الجزء الاخر اللي هو هيركب فيه الايه المصباح. عايزين نشوف الاول ازاي احنا بنتقب الجزء دون وبنعمل فيه الالووز، لان دي مهمة في ان احنا نعرف ازاي الطريقة السليمة ان احنا نركب مسمار في جزء ميكانيكي عشان نجمع اتنين مع بعض. اول حاجة في البولت كونكشن هي ان انا لو انا عندي مثلا شغلة زي اللي واضحة قدامي مكتوب عليها واحد دي، الشغلة دي انا عايز اعمل فيها الووز. عشان اعمل فيها الووز اول حاجة لازم اعمل توب. التوب دون بيكون بقطر دي، حيث دي يساوي بيكون اقل شوية من قطر او من الام بتاعت الالووز اللي انا ايه عايز اعمله. وهذا الالووز اللي انا هعمله في الجزء دون هيكون ليه طول ال واحد. بلاحظ حاجة ان انا بعمل الالووز عن طريق الدريل او عن طريق البنطة. لما نشوف التوب هو معمول في الجزء المتهشر في الجسم المهشر او الكيس بتاعت المتهشر دي، نلاقي ان في من تحت مخروط زاويته 120 درجة، وده المخروط ده بيمثل لي القمة بتاعت البنطة اللي بستخدمها في عملية ايه التوب. يبقى اول خطوة انا بعمل توب. بعد ما بعمل توب بخش على الخطوة التانية اللي هي عملية الالوظة. عشان اعمل الالوظ بستخدم ليه ما يسمى بثريد كاتنج تول او اكسترنال ثريد كاتنج تول، اسف انترنال ثريد كاتنج تول. يعني بعمل هنا ايه سن الغوز داخلي. فالرسم اللي قدامي دلوقتي بتوريني ايه، بتوريني ادي اداه القطع بتاعتي اللي هي بتاعه قطع الغوز اللي احنا بنسميه ذكر الغوز. وذكر الغوز بيخش بينزل في الثقب اللي انا عملته في الخطوه الاولى دلوقتي في الخطوه نمره 2، ويعمل لي بينزل مسافه ال 2، حيث لو كانت ال 1 هي كانت عمق الثقب، فال 2 دي هي عمق الالووز، حيث بيبقى عمق الالووز اقل من عمق الثقب، لانه ما اقدرش بسن بذكر الالووز ده انزل في الثقب الاخره، لان المنطقه الاخيره لو نشوف كده نفس ذكر الالووز نلاقي ايه طرفه السفلي تلاقيه مخروط شويه كده او ايه نازل بسلبيه شويه. السلبيه دي بتجعل ايه بتخلي الذكر الالووز ده هو لا يستطيع ان ينشئ او يقطع سنون في الثقب بالكامل، لكن بيقطع لغايه ايه مسافه معينه اللي هي ال2، حيث ال2 بتساوي ال3 زائد 0.25 دي، وال3 دي هي البولت ثريد ديبس اللي هو البولت ثريد ديبس اللي هو طول الجزء من الالووز من المسمار اللي هيركب في الايه في هذا الثقب. يبقى عندنا دلوقتي في ثلاث اطوال، ال1 ده عمق الثقب نفسه، ال2 عمق الالووز اللي هتعمل فيه الثقب، ال3 طول الجزء المقلص من المسمار. نلاحظ حاجه ان ال3 اللي هو طول الجزء المقلص من المسمار ده هو لازم يكون اقل من الالووز اللي انا بعمله، وبالتالي فاكبر حاجه فيهم هو الثريد ديبس اللي هو ال2 اللي هو بعمله في الالووز ده، بيكون طوله يساوي ال3 زائد 0.25 دي، او يعني بيساوي ال3 اللي هو طول الجزء المقلص من المسمار زائد بنضيف له ربع قطر المسمار، وفي حين ان ال2 دي برضه بتبقى اكبر شويه من عمق الثقب بالكامل، الثقب اللي هو انا فتحته بالبنطة واللي هو احنا سميناه الواحد، وهنعرف بعد كده ايه المسافات دي هي بالظبط ايه كام. وبالتالي انا دلوقتي لو عملت الثقب كاول خطوة وتاني خطوة فتحت فيه الالغوز، ممكن انزل فيه مسمار. المسمار اللي واضح ان هو فوق الثقب ده اللي هو ليه طول ال3 هو واضح طول هو ده احنا بنسميه ستاب او جويط. الجويط ده عباره عن ايه؟ عن مسمار مقلوص من الطرفين او قطعه او عن قطعه مستديره او بار لقطر معين، في الغوز من فوق والغوز من تحت. الغوز من فوق ده اللي هيركب فيه الصاموله، والغوز من تحت ده اللي هيزرع في الايه في الجسم اللي انا اعمل فيه الثقب ده. وبالتالي الطول ال3 ده الطول ال3 ده اللي هينزل في الايه في الثقب المقلوص اللي في الشغله اللي قدامي، وطول وارتفاع
او طول الالووز اللي انقطعه قطعته في الثقب اللي هو ال 3 وبضيف له 0.5 الديامتر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي لاحظها في الشكل دوت ان المسمار او الاستاد اللي فوق دوت هنلاقي ان طول الالووز اللي بيخش في الثقب بيكون اصغر شويه من طول الالووز الطرف الثاني اللي هو هيركب فيه الصامولة. ليه؟ اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ايه؟ ان الطرف السفلي للاستاد ده هون او للجويد ده هون بيتزرع او بيركب في الايه؟ في الالووز اللي انا عامله في الشغله، وبعد كده بحط الجزء الثاني اللي انا عايز انا هستخدم المسمار ده هربط الجزئين مع بعض. ادي الجزء الاولاني اللي انا عملت فيه الثقب بيجي الجزء الثاني فوقه، والمسمار والاستاد راكب في مزروع في الثقب بتاعه، وبعد كده اجي فوق الجزئين من فوق واربط بصامولة. الصامولة بيكون ليها ارتفاع زي ما قلنا اللي هو 8/10 قطر العمود، وبالتالي عشان كده الاحظ ان طول هنا الالووز الطول الطرف العلوي للمسمار الروز اللي فيه بيكون اطول شويه من ايه؟ من ال 3. وهنبقى نشوف الابعاد دي هي بالظبط النسب بتاعتها كام في المسامير الايه؟ الاستاندر. اللوحه اللي قدامنا دي ده توضيح للخطوات السابقه اللي احنا عملناها علشان نعمل ثقب مقلوز عشان اركب فيه مسمار عشان اجمع عن طريق المسمار دون جزئين مع بعض، جزء منهم اللي هو الجزء اللي انا عامل فيه الثقب دون والتاني هيتحط فوقه، وبعد كده هجمع عليهم الاثنين بمسمار استاد زي دهون، والاستاد ده يبقى فيه ايه؟ صاموله ربط او زن. نراجع او نلخص اللي احنا قلناه. نلاحظ ان احنا هنا هون في هذا الكلام انا بعمل خطوات معينه. انا علشان اركب مسمار في مكان معين المسمار ده هيبقى معروف الام بتاعته وليكن ام 20. طالما انا هركب مسمار ام 20 يبقى قطر المسمار الخارجي دي بتاعته هتبقى ب20، وده معروف. يبقى اول حاجه هعمل الثقب، بعد كده بعد ما اعمل الثقب الوز الثقب، بعد كده الوز الثقب اعمل ادخل فيه الايه؟ ازرع فيه الجويد ده. الثقب بيتعمل بطول معين وبيتعمل فيه الوز بطول اخر، وبيركب فيهم مسمار مالوز بطول ثالث. اللي احنا ثلاث اطوال اللي احنا قلنا عليهم ان هم اسمهم ال1 وال2 وال3. ال1 زي ما واضح في الرسمه اللي قدامنا الجزء اللي على الشمال خالص، ان ال1 ده هو عمق الثقب، وال2 في الرسمه الوسطى اللي هو عمق الالووز المقطوع في هذا الثقب اللي انا فتحته عن طريق ذكر الالووز، وال3 اللي هو طول الجزء من المسمار باينه في الرسمه اللي على ايدنا اليمين، طول جزء من المسمار اللي هيركب في هذا الثقب. في نقطة أساسية لازم نبقى عارفينها من الأساسيات البديهيات اللي المفروض ما حدش إيه تغيب عن ذهنه، اللي هي إن المسمار عليه ألووز والثقب فيه ألووز. المسمار اللي ألووز عليه بنسميه external thread يعني ألووز خارجي، والثقب فيه ألووز بنسميه internal thread يعني ألووز داخلي. الألووز الخارجي والألووز الداخلي متشابهين مع بعض في كافة أمورهم. يعني أي ألووز بيعرف بحاجتين، بيعرف بطول الخطوة بتاعته بنسميها البيتش أو الخطوة، وبعمق السنة. وبالتالي الألووز اللي بتاع المسمار والألووز اللي في الثقب الاتنين هيكون ليهم نفس البيتش وليهم نفس أو نفس الخطوة وليهم نفس الإيه؟ العمق. الخطوة اللي المقصود بيها إيه؟ إن أنا لما أجي أحط المسمار في الثقب لما لففه لفة كاملة معينة بينزل مسافة رأسية إلى أسفل أو حركة انتقالية لأسفل مسافة معينة، هي دي الخطوة. الخطوة يبقى هي إيه؟ المقدار الإزاحة الرأسية أو المحورية للمسمار في الثقب عند لما يلف إيه؟ لفة دوران واحدة، لفة إيه؟ لفة كاملة. دي أول حاجة. في حاجة كمان ناخد بالنا منها من الشكل دون، إن لو نبص على اللوحة اللي قدامنا الجزء اللي على اليمين منها هلاقي ان المسمار دي قطر دي والثقب دي قطر دي واحد. في الواقع ان القطر دي اللي هو قطر المسمار ده مرتبط بالمسمار دون السايز بتاعه ايه او حجمه ايه. يعني مسمار ام 20 هيبقى القطر الخارجي بتاعه 20 ملي، ام 24 يبقى القطر بتاعه 24، ام 12 يبقى القطر بتاعه 12، وهكذا.
دي واحد دي ده قطر الثقب اللي انا كنت عامله. ونلاحظ حاجة ان دي واحد اقل من دي، دي واحد ده مرتبط بالبنطة اللي انا فتحت بيها الثقب في البداية اللي هي في الرسمة على ايدنا الشمال، ودي واحد دي انا ما باجي اعمله بقول انا عايز افتح ثقب عشان اعمل فيه الوز لمسمار هيركب، المسمار ده الام بتاعته معروف ولتكن ام مثلا 12، يبقى طالما هعمل مسمار ام 12 هجيب بنطة تركب او تقطع ثقب اخش فيه بذكر الروز الام 12 يديني ثقب يركب فيه المسمار ام 12، يبقى البنطة دي بنطة بتاعة ثقب الروز ام 12 دي اللي هستخدمها عشان بيها الثقب، دي هتديني ثقب قطره دي واحد، ده هيكون اقل من دي اقل من دي. الفرق بين الاثنين ده ايه؟ ده بيتوقف على عمق السنة بتاعت الالواز، عمق سنة الالواز، وهنشوف بعد كده ايه الابعاد الاستاندر بتاعت الحاجات دي. بالمثل ذكر الالواز، ذكر الالواز ده اللي هو في الرسمة في الجزء الاوسط من الرسمة اللي قدامنا، لاحظ ذكر الالواز ده باجي احطه في الثقب وبلففه بكفة او بايد كده بيقعد يلف فبيقطع لي، نلاحظ ان السطح بتاعه من بره مشرشر كده، هو السطح الخارجي بتاعه مشرشر، ده اللي هو بيقطع في الثقب عشان يعمل لي الالواز، وبالتالي بتبقى الهاردنس بتاعته الماتيريال بتاعته بتبقى هاي سبيد ستيل او صلب عالي السرعات او صلب معالج، يعني بيبقى هارد قوي او ناشف قوي، بشرط ان هو ايه لما بيقطع هو يقطع في الحديد لكن الحديد ما يقطعش فيه. وده بيبقى طقم مثلا بتاع الام 12 نلاقي العلبه بتاعته فيها ثلاث ذكوره، الثلاثة مكتوب عليه ام 12 وواحد عليه دايره والثاني عليه دايرتين والثالث عليه ثلاث دوائر اللي هو نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثة، يعني هم فيه بيبقى ست او مجموعه مكونه من ثلاثة. بخش الاول بالاولاني ده بيعمل لي ايه تفتيح مبدئي، وبعدين بخش بالثاني بيعمل لي استقراب، وبخش بالثالث بعد كده فبايه بيعمل لي سنت الروز كامله. يعني ايه؟ يعني اول اجيب اول ذكر الروز نمره واحد واخش بيه العمق بتاعي اللي انا عايز انزله اللي هو ال 2، واروح طالع يعني اقعد الف ذكر الروز لغايه لما ينزل لغايه تحت خالص ويخلص لي العمق اللي انا عايزه، واروح لافف عكسي واطلعه وانضف الثقب بتاعي من الرايش. وطبعا احنا في عمليه القطع دي بنستخدم لازم هنا نستخدم ايه سوائل ايه تزييت وتبريد. بعد كده اروح داخل بالالوز الثاني بالذكر الالوز الثاني، فبرضه المسافه ال 2 واطلع وانضف، وبرضه في استخدام اللوبريكانت بتاعي، وبعد كده اخش بنمره 3 او بذكر الالوز نمره 3 لغايه لما اخلص ايه التقب بتاعي. اصبح التقب بتاعي اصبح ايه مقطوع فيه الالوز اللي انا عايزه بالطول ال 2، وهنلاقي ان الالوز ده هو بيبقى مشرشر، يعني ليه فلانك او ليه قمه وقاع، المسافه بين القمه والقاع دي بتديني للالواز بتديني عمق الايه سنه الالواز. ودي بنشوفها لو احنا مسكنا اي مسمار كده في ايدنا هنشوف فيه ايه الكلام دوت. بكده يبقى احنا ايه عرفنا خطوات فتح الالواز وايه وعشان اركب فيه مسمار. باقي حته او نقطه صغيره لازم ناخد بالنا منها، ان انا عندي الاطوال الثلاثه اقصر حاجه فيهم هو الالواز اللي مقطوع في الثقب، ده اللي هو طوله ال 2 اسف اصغر حاجه اللي هو الالواز ال 3 اللي هو طول المسمار. طول الالواز اللي موجود في الثقب بيكون ازيد منه بربع الديامتر، والثقب بالكامل بيكون عمقه ازيد ربع من من طول الالواز اللي معمول في الثقب، يعني دايما المسافه بين ال1 وال2 وال3 هي ربع الديامتر، يعني اصغر واحد هو ال3 اللي هو ايه اللي هو طول الالواز المسمار، لما اضيف له ربع اضيف على الطول ده هو ربع القطر هيديني طول الالواز اللي موجود في الثقب. لما اجيب طول الالواز الموجود في الثقب ده واضيف عليه الربع القطر كمان مره يديني ايه عمق الكامل للثقب اللي احنا ايه محتاجينه علشان نعمله علشان نعمل التركيبه اللي قدامنا. ولاحظ كمان احنا بنقول ده كلام مهم وبنحتاجه كتير في التصميم. واحنا ليه بنقول هنا دلوقتي؟ لان احنا بعد كده ما هنيجي بنصمم جزء بيبقى
بنصمم جزء من ماكينه معينه بيبقى مكون مجموعه من الاجزاء ممكن نحتاج ان احنا نربطها مع بعض بمسامير، يبقى لازم يبقى انا في ذهني ازاي انا بعمل المسمار وايه اللي بيحصل عشان لما اجي ارسمه ارسمه صح، بشرط ان الفني اللي هينفذ هذا الكلام يقدر يفهم الرسم اللي انا هرسمه له ويقوم بالتنفيذ على الوجه الايه السليم. اللوحه الواضحه قدامنا دي الرسم اللي قدامنا فيها الانواع الثلاثه للمسامير اللي احنا بنستخدمها في التصميم الميكانيكي. اول رسمه اللي هي اللي على الشمال دي، دي اللي احنا بنسميها الثرو بولت. الثرو بولت معناها المسمار النافذ. المسمار النافذ ده مسمار ليه راس اللي هي من فوق وبتركب عليه صامولة وتحت من تحت، وبين الصامولة وبين الجسم السفلي الملامس الصامولة بنحط ايه وردة اللي يبين لنا على شكل ايه مستطيل في الرسمة اللي قدامنا اللي على الشمال. نلاحظ في هذه الرسمة ايه، ان المسمار ليه قطر دي ودي دهون تتوقف على المسمار ده السايز بتاعه ايه، يعني لو كان ام 12 يبقى دي بتاعته ب 12. لما نبص في هذه الرسمه اللي هي على الشمال دي بدقه شويه نلاحظ ان الثقوب اللي موجوده في الجسمين، ما ده المسمار ده بين المسمار بين راس المسمار والصاموله ومعاها الورده، في جسمين هم متشابهين في اتجاهين عكسيين، فيهم ثقب، الثقب ده بيكون قطره اكبر من قطر المسمار عشان اقدر بسهوله انزل ايه المسمار، وعاده بيكون قطر ازيد بواحد من عشره دي، يعني لو كان المسمار ده ام 12 فهيكون الثقب اللي معمول هو 12 زائد واحد من عشره في 12 يعني 1.2 في 13.2 ملي، ده قيم قطر الثقب اللي هيركب فيه المسمار الايه النافذ ده هو اللي قدامنا. وبنسميه ثرو بولت او مسمار نافذ ليه، لان لاحظ بيخش من ناحيه وينفذ ويظهر من ايه طرفه من الناحيه الاخرى بعد ما يمر خلال الجسمين اللي انا عايز ايه اربطه. ده النوع الاولاني. النوع الثاني اللي في الوسط ده اللي بنسميه تاب بولت. التاب بولت ده مسمار ليه راس ولكن ما بتركبلوش صامولة. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بعمل له ثقب مقلوص في جزء من الجزئين، هنا هو مثلا في عندنا في الجزء التحتاني ده معمول فيه ثقب ومتقلوص، وبعد ما عملت فيه ثقب ومتقلوص حطيت عليه الجسم الثاني اللي هو الجسم العلوي، يعني الجسم التحتاني عملت فيه الثقب وقلوصته بالطريقه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، وبعد كده حطيت فوقه الجسم الثاني وعملت فيه ثقب، ثقبه لازم يبقى اكبر من قطر المسمار بواحد من عشره برضه دي، و بروح مركب المسمار عليه والف المسمار لغايه لما يروح ايه زانق، يعني المسمار الالوز بتاعه يشبط في الالوز بتاع الثقب التحتاني فيجمع الجزئين على بعض، وبالتالي المسمار هنا بيبقى عليه تنشن يبقى عليه شد، يعني لو تخيل المسمار ده يربطه مع بعض كما لو ان المسمار بتاعه عايز يطول ايه يزيد في الطول، زي الحلقه الاولانيه برده هنلاقي المسمار برده ايه لما بالصاموله بين الصاموله والمسمار او راس المسمار وضغط الاثنين الجسمين، هل الجسمين عليهم ضغط اللي هو الجسمين اللي عايز اربطهم لكن المسمار نفسه عليه ايه شد. نفس الكلام هنا اهون هبص المسمار برضو هنا ايه عليه شد، والجسم التحتاني هيبقى الجسم الوسطاني اللي هو مش اللي فيه الالغوز اللي هو فيه الثقب الواسع شويه دون ده يبقى برضو ايه مضغوط. اما الرسمه الثالثه اللي على اليمين فدي بتبرير الاصطاد، والاصطاد ده عباره عن ايه؟ عباره عن مسمار عباره عن جزء اسطواني او بار ليه الغوزين، يعني متقلص من الطرفين الفوقاني والتحتاني، وبنستخدم فيه صاموله، ودايما لما باجي استخدم صاموله على المسمار بحط تحتيها ورده، ما بحطش تحت راس المسمار ورد، لا بحط تحت الصاموله اللي بستخدمها ورده. ولاحظ حاجه ان الاصطاد ده هو بيجمع الاثنين مع بعض، يعني ايه بيجمع الاثنين مع بعض؟ يعني لاحظ ان هو طرف منه بيزرع في الجزء التحتاني في الجسم جسم من الجسمين اللي عايز اربطهم مع بعض، والطرف الثاني من الاصطاد بربط عليه بالصاموله عشان يضغط لي الجسمين على بعض او يربط لي الجسمين على بعض ويخلي لي الجسمين كما انهم ايه قطعه واحده. ولاحظ برضو ان الثقب المعمول في الجزء في الشغله اللي انا عايز اربطها الوسطانيه، ما بالنسبه للاصطاد في شغلتين، الشغله اللي تحت والشغله اللي فوق، الشغله اللي تحت فيها الالغوز والشغله اللي فوق والشغله اللي فوق
فيها القطر اللي هو اوسع من دي بتاعت المسمار بمسافه برضو ايه 1 من 10. هنشوف دلوقتي خطوات تركيب الاصطاد. الرسمه اللي واضحه دلوقتي دي الرسمه النهائيه لاصطاد راكب في التقب بتاعه بعد ما الوصه. طبعا انا قبل ما بركب بكون عارف الاصطاد بتاعي ده قطره كام، وعارف ان لان انا عارف الاصطاد بتاعي ده السايز بتاعه ايه، حجمه ايه، ام كام، هو ام 20، يبقى انا عارف ان القطر بتاعه الخارجي 20، يبقى عامل التوب بتاعي على هذا الاساس بالابعاد كلها طبقا لطول الايه طبقا لقطر المسمار وطول الايه طرف المسمار اللي هيركب في التوب دي، خلاص احنا عرفناها. طيب ايه اللي احنا نلاحظه في هذه الرسمه؟ عشان نلاحظه في الرسمه هنشوفه ايه ببعض الايه الالوان المختلفه. يعني اللي واضح قدامنا دلوقتي دون باللون الاخضر دون، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجزء من المسمار اللي دخل في التوب. ولاحظ ده عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيلين جوه بعض، مستطيل الخارجي اللي هو الكبير الاخضر الكبير دون، ده مستطيل سليم لان ده السطح الخارجي للمسمار، ومستطيل داخلي اللي هو فيه او بمعنى صح خطين موازين للضلعي المستطيل الرأسيين دول، الخطين المنقطين دول، دول اللي بيديني سنان الألووز بتاعت المسمار، ودول كده ركبوا في التقب. ومن تحت فيه اللي هو ايه الشطفية اللي معمولة في المسمار من تحت دي، اللي هي في الجزء الأخضر من تحت دي، دي اللي هي الشطفية بتاعت اللي أنا بعملها في المسمار زي الشطفية اللي معمولة في رأس المسمار أو الاستاد ده من فوق. من فوق في نفس الشطفية دي، لأن ما ينفعش أخلي القطعية بتاعتي حادة الحروف، دي بتبقى خطر على العامل اللي هو بيستخدمها، زائد انها بتبقى من الصعب في عملية ايه بداية التقاء الاصطاد مع التوب. عشان كده بعمل الشطفية عشان تبقى ايه بخلي ايه جزء الشطفية دي اولا بتبقى على زاوية 45 درجة وبعملها على المخرطة، والمسمار بيبقى معمول كده يعني انا بعملهاش وبيجي المسمار كده، وبيكون التخانة بتاعتها او ارتفاع الشطفية دي بيكون في حدود 1.5 ملي، دي عشان تديني قطر اقل، تعمل عملية سنترينج، تعمل عملية ضبط، تعمل عملية تحديد تساعدني في ان انا اخلي المسمار يخش على طول ايه في التقب بسهولة في ايد العامل، بشرط ان هو يقدر يخليه ايه يلقط اول سنتين مع بعض وبعد كده يلفه بسرعة ايه عشان يركب في مكان. دي اول حاجة. نلاحظ هنا حاجة كمان. نلاحظ حاجة ان نهاية الالووز بتاع المسمار، انا بكلمك على الالووز بتاع المسمار السفلي، ماليش دعوه بالعلوي، العلوي ده هيركب فيه صاموله دي حاجه ثانيه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على السفلي اللي هو يركب في الايه في الجسم التحتاني اللي هو فيه التقب المالوز. الاحظ ان نهايه الالووز بتاعه المسمار بتاعه جزء المالوز من المسمار السفلي، النهايه العليا لهذا الالووز بتيجي بالظبط مع بدايه الالووز بتاع الايه بتاعه التقب اللي مع المالوز اللي في الشغله. يعني بتخيل الالووز ده المسمار ده لو انا لسه بركبه بقعد الففه الاول بحطه عند التقب لغايه لما ابتدي اول سنتين يركبوا مع بعض، واقعد الففه لغايه لما ايه، وكل ما بلففه كل ما بيتحرك لاسفل لاسفل لاسفل، لو جيت في الوسط وقفت قبل ما نهايه الالووز يجي على السطح دون، معنى كده الالووز ده بايدي كده لو حركته الاتجاه العكسي هيفك، لكن لو قعدت الفه لغايه لما نهايه الالووز يوصل لنهايه التقب، اقصد نهايه الالووز اللي هو السطح العلوي للالووز مع السطح العلوي للتقب، هلاقي ان كده بيحصل بيبتدي بعد كده ايه سنان الالووز بتعشق مع بعضها، اصبح المسمار ده ماسك في مكانه ما اقدرش بايدي حتى لو ربطته بمفتاح مش بسهوله ممكن افكه ايه من مكانه، ودي مهمه جدا 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 جدا. وبالتالي اللي ما يجيش في الرسم بتاعه يعمل ان نهايه الالووز مع نهايه الشغله، يبقى الكلام ده ايه مع نهايه الالووز بتاع التقب المعمول في الشغله، يبقى معنى كده المسمار ده مفكوك ما ينفعش ما يركبش وما يشتغلش. لكن يشتغل امتى؟ زي الوضع اللي هو قدامنا ده كده، اللي هو الخط الاخضر العلوي في الالووز ده يكون ماشي مع الخط اللي هو بتاع الشغله، السطح العلوي للشغله السفليه اللي فيها الايه التقب. دي اول حاجه. الحاجة التانية في جزء دلوقتي ظهر قدامنا جزء بلون بامبا كده، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بقية الجزء من الالووز اللي معمول في التقب اللي هيتبقى بعد ما ركب المسمار. ليه؟ احنا قلنا ان طول الالووز المسمار هيبقى L3، وطول الالووز اللي انا عامله في التقب
هيبقى L2، وL2 بتزيد عن L3 بربع الديامتر، وبالتالي فالمسافة بين الخط البامبا وبين الخط الأخضر دي هتبقى ايه 25% الديامتر بتاع الايه المسمار، والمنطقة دي هي دي اللي هي ايه بقية الثقب الايه المقلص. ألاحظ ان الثقب المقلص وضعه ازاي، هو برضه عبارة عن مستطيل وجواه خطين، المستطيل الخارجي ده هيبقى ايه منقط، والخطين الداخلين دول هيبقوا سلام، لان الخطين الداخلين دول بيدوني الاسطح بتاعه القلاووز اللي معمول في الثقب جوه الثقب، يعني من الجهه الداخليه للثقب، والخطين دول الخطين السلام، والخطين المنقطين ده بيدوني القيعان بتاعه القلاووز بتاعه الثقب اللي موجود جوه الجسم. وبالتالي الستاندر او الاتفاق في الرسم الهندسي او في التصميم الميكانيكي ان ايه ان القيعان الخارجي الداخليه اللي موجوده في الثقب الخط منقط، وقمه القلاووز من عند الثقب بيكون ايه خط سليم، وبالتالي هلاقي ان ايه ان هو في الخط في خط منقط خارجي، وهلاقيه ده ماشي مع الخط الاخضر السليم بتاع المسمار الخارجي، وفي خط سليم من جوه بعديه ده ماشي مع الخط المنقط بتاع الايه بتاع المسمار، الخط المنقط الاخضر بعديه خط سليم ايه بامبا، وكل خط سليم اخضر مع بعديه جزء اللي هو ايه خط منقط بامبا، والمسافه دي هي اللي هي ايه بتاعه ارتفاع اللي هو المستطيل البامبي ده اللي هي ايه 25% الديامتر، اللي هي بقيه الجزء من الثقب الذي لم يتم استخدامه، لان انا هستخدم بس ايه الطول اللي هو اللي ايه 3. يتبقى لنا حاجه كمان الاخيره اللي هي ايه ظاهره لي قدامي دي باللون الايه الاحمر، ودي عباره عن ايه دي بقيه الثقب بتاعي، دي بقيه الثقب بتاعي اللي هو كان قطره قبل كده احنا قلنا عليه دي واحد، ودي واحد ده بيبقى اقل من دي اللي هي قطر المسمار، ودي واحد دي ده قطر بيرتبط بالبنطه اللي بفتح بيها الثقب دون عشان اعمل فيها القلاووز عشان اركب فيها المسمار. وبلاحظ حاجه ان عباره عن هو برضو بقيه الثقب هو عباره عن مستطيل وفي نهايته المخروطي دون، والمخروطي دون الزاويه بتاعته 120 درجه اللي هي ايه بتديني الحافتين القاعتين بتوع البنطه، تمثيل للحافتين القاطعتين للبنطه اللي فتحت بيها ايه الثقب. يبقى لحد كده احنا دلوقتي ايه عرفنا ازاي تفسير عمليه ايه جويط راكب في ايه في الشغله، واهم حاجه في الجويط مع الشغله او في الجزء من الجويط اللي هو مزروع في الورك بيس بتاعتي ان نهايه القلاووز مع السطح العلوي للشغله. لو الخط الاخضر ده هو اللي قدامنا الخط العلوي خالص الاخضر ده لو طلع لفوق شويه معنى كده المسمار مفكوك، لو نزل لتحت ما ينفعش، لو نزل لتحت معناها جزء من الساق بتاعت المسمار اللي ما فيهاش قلاووز هتخش جوه الثقب المقلص، وده مش هتحصل. وبالتالي يبقى لازم يكون نهايه القلاووز بتاع المسمار مع بدايه القلاووز بتاع الثقب المقلص، دي ناخد بالنا منها قوي ايه، ودي من النقاط الاساسيه اللي لازم تتحط في الاعتبار في عمليه رسم الايه الجوايط او زرع الجوايط او الاسمبلي عمليه التركيب بتاع الجويط في ثقب ايه مقلص. هننتقل بعد كده الى حاجه تانية، وهي هركب بقى دلوقتي الايه الجزء الثاني اللي هو باين قدامي دلوقتي اهو. الجزء الثاني ده عباره عن ايه؟ عباره عن الشغله الثانيه اللي عايز ايه اجمعها على الشغله الاولانيه اللي انا كنت عامل فيها الايه اللي كنت عامل فيها الثقب المقلص. يبقى انا عملت في انا عندي جزئين دلوقتي في الرسمه اللي واضحه قدامي دلوقتي، دول جزئين عايز اربطهم مع بعض. الجزء التحتاني عملت فيه الثقب وقلوصته وزرعت فيه الجويط، والجزء الثاني ده اللي هو الجسم الثاني اهو حطيته دلوقتي فوقه. بعد كده المفروض ايه الاحظ حاجه، الاحظ ان الخطوط الحمراء الرأسيه دي بتديني القطر بتاع الثقب اللي هيخش المسمار هيعدي منه، وبالتالي القطر الاحمر بتاع الثقب
او القطر بتاع الخطين الحمر دول ده لازم يكون اكبر من قطر المسمار بواحد من عشرة الديامتر زي ما قلنا ايه قبل كده. وبالتالي يبقى دلوقتي كده جمعت ايه الحتتين على بعض وايه وبعد ما زرعت الايه الجويط. يبقى اول حاجه زرعت الجويط وربطته، بعد كده جمعت الحتتين على بعض، بعد كده الحاجه الثالثه ان انا اعمل ايه اللي باينه دلوقتي قدامي اللي هي اركب ايه الوشر اللي هي الورده والصاموله من فوقها اربطها، هتروح المجموعه كلها ايه ماسكه في بعض. وهنا ناخد بالنا من ايه من حاجه، ناخد بالنا من ان الجويط في الاصل هو بيزرع وبيثبت في الجسم التحتاني اللي زي الخطوه الاولى اللي احنا شفناها، بشرط انه يبقى ماسك فيه يعني مربوط فيه ربط كامل، يعني الانجيجمنت بينهم او التعشيق بينهم بيبقى تعشيق كامل، بشرط ان ما اقدرش افك المسمار، لا ده انا عشان افكه لازم استخدم مفتاح واستخدم عزم جامد عشان افكه. وبعد كده لما بحط الجسم التاني زي الخطوه الوسطانيه ده بيتحط حر، وبعد كده بروح حاطط الورده ثم الصاموله واربط الصاموله، لما باجي اربط الصاموله بتبتدي الصاموله تروح شده تشد في المسمار لفوق فيحصل فيه تنشن، وتروح ضغطه الصاموله معاها الورده تضغط على الايه على الجزء اللي في الوسط اللي هو الشغله الوسطانيه اللي هي الشغله الثانيه اللي انا عايز اربطها مع الشغله الاولى اللي فيها التوب، وبالتالي بتتم عمليه الايه الربط. ودي ايه تفاصيل عمليه ازاي احنا ممكن نرسم تجميع جزئين باستخدام استاد. يتبقى دلوقتي ان احنا نتعرض لازاي احنا في الناحية العملية بنعمل الكلام ده. طيب الجويط ده ملوش راس عشان احط فيها مفتاح واربط بيها، فطب هنركبه في التوب ازاي؟ يعني دلوقتي المفروض الجويط دلوقتي في ايدي وعايز اركبه عشان اعمل الشكل اللي على ايدي الشمال، بعمل ايه؟ بجيب الجويط واجي من الطرف اللي هو قدامي العلوي قدامي ده وكده اللي هو في الغوص كبير شويه عن الطرف الثاني، لان الطرف الاصطاد الصغير ده اللي هينزل في التوب، الطرف الطويل اللي هو اللي ايه هيركب فيه الصاموله، الطرف اللي هيركب فيه الصاموله ده بقى وانا ماسك المسمار في ايدي اركب فيه صامولتين في الاول، اركب اول صاموله شويه كده ماشيها شويه فيه كده لغايه مثلا لما توصل تحت نهايته او قرب نهايته، واروح مركب الصاموله الثانيه لغايه لما تيجي عليها، واروح ماسك بمفتاحين امسك الصاموله الاولانيه والصاموله الثانيه بمفتاحين والفهم عكس بعض، يعني واحده يمين والثانيه شمال، هيروح الصامولتين مع الشقين مع بعض، اصبحوا الصامولتين دول او بمعنى صح اصبحت الصاموله اللي فوق الخارجيه اللي ناحيه الطرف الاصطاد اصبحت دي كما لو انها راس مسمار، اروح ماسك بقى الاصطاد بالصامولتين دول واروح حاططهم في التوب، ومن الصاموله الفوقانيه بتاعتي اقعد الف بمفتاح لغايه لما اربط واستخدم عزم قوي لغايه لما ايه اربط الايه الاصطاد في التوب بتاعه المقلص. في الحاله دي اصبح عندي الاصطاد ركب في التوب المقلص وعليه صامولتين، الصامولتين دول اروح ماسكهم مره ثانيه بمفتاحين واروح لافف عكسي عكس في اتجاهين عكس بعض عكس الاتجاه الاولاني، يعني امسك الصاموله اللي تحت الففها انزلها لتحت والصاموله اللي فوق ارفعها لفوق، يعني اللي فوق الففها ناحيه اليمين واللي تحت الففها ناحيه الشمال، يروحوا الاثنين فكين من بعض، اروح فكك الصامولتين بايدي هتبقى بسهوله، افك الصاموله العلويه وبعدين السفليه، اصبح الايه الجويط مزروع ايه في مكانه. دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا ايه بنعملها عشان ايه لازم نبقى عارفينها ازاي احنا بنركب الاصطاد في التوب بتاعه. لو مسمار سهل، لو المسمار ممكن من الدماغ بتاعته احط المفتاح وايه واربطه. انا بستخدم عشان بعمل للجويط ده راس او هيد عن طريق ايه الصامولتين اللي انا ركبتهم مع بعض دول عشان ايه اقدر من العلويه بتاعتهم استخدم الايه المفتاح واربط الجويط وازرعه في ايه في مكانه. ودي من الحاجات الاساسيه المهمه اللي الواحد لازم يبقى ايه عارفها، دي من الواحد في الناحيه العمليه ازاي ايه بنعملها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه برضو بكرر واعيد ان انا دايما لازم احط ورده تحت الصامولة زي الرسمه اللي على ايدنا اليمين، الورده دي بيبقى قطرها برضو اكبر من قطر
المسمار، يعني لو قطر المسمار دي القطر الورده بيبقى اكبر من دي، وهنشوف الابعاد بتاعتها بالظبط ايه بعد كده. بس النقطتين دول اساسيتين ولازم نبقى واخدين بالنا منهم. هنتكلم دلوقتي على الثرو بولت بعد ما خلصنا الاستاد. نشوف ازاي ايه هو الثرو بولت. الثرو بولت زي ما قلنا مسمار ليه راس وبيعدي في ثقبين موجودين في الجزئين اللي انا عايز اربطهم، لغايه لما يعدي من ويظهر طرفه من الناحيه الثانيه بحط الورده والصاموله وبربط فيشد الاثنين مع بعض. الاحظ اول حاجه ان الهول او الثقوب بتاعه الثقوب اللي معموله في الشغلات اللي انا عايز اربطهم بالمسمار ديت بيبقى قطرها اكبر من قطر المسمار، بتبقى 1.5 1.2 البولت ديامتر، هو في الواقع بتبقى من 1.1 1.2، ويفضل انها تبقى 1.1، لان انا كل ما اخليها كل ما اخلي الثقب ضيق كل ما كان بيدينا عمليه ادجستمنت او ضبط في عمليه التركيب افضل. لان لو لاحظ ان كل ما يكون الثقب كبير ممكن الجزئين بالنسبه لبعض يبقى ليهم حركه في الاتجاه الافقي، بالنسبه للرسمه اللي قدامنا في الاتجاه الافقي ممكن اي جزء لو ثبت الجزء الاولاني التحتاني مثلا ممكن الجزء الفوقاني يتحرك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، او العكس لو ثبت الجزء الفوقاني ممكن الجزء التحتاني يتحرك ناحيه اليمين وناحيه الشمال قبل عمليه الربط، بشرط ممكن لو اتحركوا عن بعض وربط جامد هيصبح الاثنين في شيفت بينهم وبين بعض. وبالتالي يفضل ان هو ايه بقدر المستطاع كل ما كان الشغل بتاعي محتاج دقه عاليه كل ما اخلي الثقب اللي في الشغله يكون يكفي يكون 1.1 البولت ديامتر، ولغايه 1.2 البولت ديامتر ممكن ايه تمشي الامور على كده. لاحظ برضو ان البولت في هذه الحاله المسمار بيكون تحت تأثير شد. ليه؟ لان انا لما بركب المسمار دلوقتي تخيل بس الرسمة اللي قدامي ديت يبقى انا همسك المسمار بايدي من الراس بتاعتها واروح مسقطها في الثقبين كده فيظهر طرفه من تحت، اروح حط الوردة واحط الصامولة وابتدي امسك بمفتاح من فوق ومفتاح من تحت والف واثبت مثلا راس المسمار والفف الصامولة في الاتجاه اليمين لغاية لما تروح ايه رابطة، لان كل ما بتلف كل ما الصامولة بتتحرك في الاتجاه الاعلى كل ما بتشد المسمار لاسفل، والمسمار محكوم دماغه او راس المسمار راسي على السطح العلوي للشغلة فبيبزح المسمار بتاعي اندر ايه تنشن وبيتشد المسمار بتاعي والشغلات بيبقى ايه في حالة عليهم ايه ضغط، والضغط الواقع بينهم بين السطح بين سطحين، السطح الاول اللي هو السطح بين راس المسمار والسطح العلوي للشغلة العلوية ده اول سطح، والسطح الثاني اللي هو السطح بين الصامولة او الوردة بمعنى اصح والسطح السفلي للشغلة السفلية، بين السطحين دول بتبقى الشغلتين ايه مضغوطين. وبالتالي يبقى البولت زي ما احنا كاتبين كده دلوقتي قدامنا البولت از اندر تنشن تحت شد، والاليمنتس اللي هو الشغلتين بتوعي التو ورك بيسز بتوعي بيبقوا ايه اندر ايه كومبريشن. دي نقطة مهمة ايه ناخد بالنا منها. النقطة التانية اللي احنا ناخد بالنا منها ايه؟ ان 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 سنة الالووز بتاعت المسمار لو نلاحظ كده نهايته داخلة جوه التوب، ودي لازم ما ينفعش يكون نهاية سن المسمار، ناخد بالنا ان المسمار هنا هو القطر بتاعه محدد بخطين زرق والالووز بتاعه خطين زرق رأسيين للقطر المسمار، وفي خط افقي اسود وتحتيه خطين منقطين بتوع الالووز، ده الخط ده بيديني الخط الاسود الافقي دون اللي بيديني نهايه الالووز. ما ينفعش الالووز دون يبقى نهايته بره الشغلتين، لان لو نهايته بره الشغلتين الصاموله هترسل غايته هتيجي لغايه عنده وتقفل، وبالتالي ممكن يكون ايه يكون وهي قافله يكون الجزئين الشغلتين مش مربوط عليهم يعني حرين فري، فمبقاش عملت الغرض اللي انا عايزه، وبالتالي لازم ايه الخط بتاع نهايه الالووز يكون جوه الشغلات. جوه بقد ايه؟ بملي باتنين ملي يكفي، بخمسه ملي بعشره ملي ما يجراش حاجه، لكن اهم حاجه لازم يكون الخط الافقي الاسود دون جوه الشغلتين، يعني ما ينفعش يبقى مماس لايه للسطح السفلي
بتاع الشغل بتاع القطعه اللور بارت او الاليمنت التحتاني، ما ينفعش الخط بتاع نهايه الارز يبقى ايه منطبق عليه ولا ايه، لان مفيش حاجه اسمها، احنا ما عندناش حاجه اسمها ان انا ممكن اظبطه بالظبط كده. لو جيت اعمله كده ممكن يزيد سنه مني او ينزل تحت سنه، فالصامولتين ايه او الصاموله مع المسمار ما يربطوش على جزئين، وبالتالي لازم اضمن دايما ان الخط الافقي الاسود اللي هو بيحدد لي نهايه الالووز بتاع المسمار يكون جوه الشغله، يعني يكون اعلى بالنسبه للشكل اللي قدامنا دايما، يكون اعلى من الخط الافقي بتاع السطح السفلي بتاع الشغله السفليه اللي انا بربطها، اللي هو منطبق على السطح العلوي للورده او الوشر اللي هي ممثله عندي هنا بالايه بالمستطيل اللي ايه اللي فوق الصاموله على طول. اخد بالي برضو ان الصاموله فيها شطفيتين زي ما قلنا قبل كده، شطفيه من فوق وشطفيه من سفر من تحت، في حين ان راس المسمار شطفيته من فوق بس، لكن السطح السفلي بتاعه مش فيه ما عليهوش شطفيه، لان ده بيرسى على السطح بتاع الايه الشغله ايه بتاعتي، ودي ايه ده اللي هو ايه تركيب الثرو بولت. هنتكلم دلوقتي على تركيب التاب بولت. كلمة تاب بولت اللي هو المسمار ابو راس، والتاب بولت زي ما في الرسمة اللي قدامي هنا عندي شغلتين، الشغلة العلوية بعمل فيها تقب اوسع من قطر المسمار، وزي ما عرفنا قلنا من واحد من عشرة الى 1.2 ديامتر، والشغلة التحتية السفلية اللي هو البارت دي بتبقى ثريدد، يعني بيتعمل فيها التقب ويتعمل فيها الايه الالووز علشان المسمار ايه يركب فيها. اخد بالي من حاجه، الرسمه هنا موضحه لي مجموعه حاجات. اولا ان من تحت خالص هلاقي التقب بتاع المسمار، التقب اللي انا عامله في الشغله، وفوقيه الجزء الخاص اللي هو نهايه الالووز، وفوقيه المسمار. الحته التحتانيه دي ايه ضروريه لازم ناخد بالنا ايه منها. الكونكشن اللي بتحصل بين المسمار والشغلتين بيتم ازاي؟ لما انا باجي اربط المسمار بلاقي ان المسمار بيقعد الالووز بتاعه يشد في جزء التحتاني، السنان بتاعت الالووز مع سنان الالووز التقب، لغايه لما سطح العلوي اللي هو باين عند قدامنا بالنقط الحمراء، السطح العلوي للراس المسمار توصل للسطح العلوي بتاع الجزء الابر بارت او الجزء العلوي، وبتبتدي تروح ايه قفشه فيها، فبتبتدي يحصل ان هو تعشيق بين سطحين، السطح العلوي اللي هو الناشئ بين او السطح العلوي اللي هو بين راس المسمار والسطح العلوي للجزء العلوي، والناحيه الثانيه بين سنان الالووز المعشقه مع ايه مع الشغله. وبالتالي بلاقي ان المسمار بتاعي ده برضو في حاله تنشن، والشغله العلويه بتبقى في حاله ايه كومبريشن، في حين الشغله التحتيه بتشتغل كسبورت كنقطه ارتكاز اللي بيحصل فيها ايه عمليه التعشيق. ونلاحظ ان هو برضو ان نهايه الالووز بتاع المسمار ان هو كان اعلى من الخط الفاصل بين الشغلتين بعكس الاصطاد. في حاله الاصطاد كان لازم الخط بتاع نهايه الالغوز يبقى على الخط الفاصل بين الشغلتين، لكن هنا بيبقى اعلى. ليه اعلى؟ لان انا ما هنا مش محتاجه انه يوصل لهنا، مش هقدر اوصله لهنا، لان انا مجرد ان هو ان السطح بتاع المسمار بتاع راس المسمار يوصل للجسم هيبتدي يروح ايه هيعمل ينشئ قوه عكس القوه الناشئه بين سنان الالغوز، فيشدني المسمار فيضغط لي على الشغلتين مع بعض فيمسكهم لي ايه في بعض. ودي من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها كويس قوي. يعني بكلمات اخرى يعني او بطريقه اخرى، بالنسبه للتاب بولت التعشيق ان هو بيتم نتيجه القوه المتبادله بين الناتجه في بين السطحين بتاع راس المسمار والسطح العلوي للشغله العلويه، والقوة الأخرى اللي هي الرد الفعل بتاعها اللي هو بيكون بين سنان الألووز بتاع المسمار مع سنان ألووز الشغلة اللي إيه الباين في الدوائر اللي هي واضحة إيه قدامنا. دي النقطة الأساسية اللي هنا،
والحاجة الأساسية اللي برضو التانية والضرورية والمهمة جدا اللي تبين اللي فاهم من اللي مش فاهم هو بيعمل ايه، اللي هو نهاية الألغوز. نهاية الألغوز لازم تبقى أعلى من نهاية الخط الفاصل بين الجسمين، وزي ما احنا وضحنا ايه دلوقتي. هنتكلم دلوقتي على relative dimensions of hole and bolt، او الابعاد النسبية للثقوب والمسمار. هنفترض دلوقتي مثلا ان احنا عندنا stud زي الرسم اللي قدامي هو مع الشق في التقب بتاع الشغلة التحتانية، ورابط جزئين مع بعض، وفيه الصامولة وفيه الوردة. ونلاحظ ان دايما الصامولة بعد ما تربط مع الوردة بتبقى جزء من المسمار او من الاستاد او من الجويط، تبقى ظاهرة ايه من فوق. قطر المسمار دي، وبالتالي لو احنا نفترض مثلا الرسمة دي المسمار ام 30، معناها ان دي بتاعتي كام؟ 30 مليمتر. اول حاجة يبقى ارتفاع الصامولة 8 من 10 ديامتر، يعني كام؟ يعني 8 من 10 30، يبقى 24 ملي. دي اول حاجة. تاني حاجة التخانة بتاعت الوشر، وشر هايت الارتفاع بتاعها السيكنس بتاعها او الهايت بتاعها 15% ديامتر، يعني لو الديامتر كان 30 بتاع المسمار، معنى كده ان الصامولة بتاعتي تبقى 4.5 ملم الارتفاع بتاعها. ونلاحظ معنى كده ايه، اولا 30 ملم ده معناها المسمار ايه 3 سنتي قطره، يعني مسمار يعتبر ضخم يعني، وعشان كده الصامولة بتاعته ايه الصاج بتاعها تقيل، او يعني التخانه بتاعتها تقيله 4.5 ملم. القطر الخارجي بتاع الصاموله اللي احنا بنسميه دي 3 وهو باين في البلان، ده بيبقى ايه يساوي 2 الديامتر، يعني بيبقى 60 ملي. ليه؟ لان يا دوبك بيبقى جاي على يعني راسي، بيبقى فيه لحميه جايه على الجسم ايه نفسه، على الجسم ايه نفسه. بعد كده هو السطح اللي انا السطح الافقي باين في البلان اللي هو البعد ايه دون، اللي هو اللي لو انا باصص في البلان من فوق وبركب المسمار لازم يبقى في سطح موجود فيه التقب، هيبقى على شكل دايره اللي هي الدايره الداخليه دي، وبعدين هيركب عليها الورده والصاموله. الجسم دون لابد ان يكون عرضه ما يقلش عن 2.5 ديامتر، ده العرض بتاع اللي هو ايه اصغر بعد هعمل فيه التقب واركب فيه المسمار قطره دي. البعد بتاع ايه ده هو ما يقلش عن 2.5، يعني ما يقلش عن 75 ملم. الاطوال بقى ال 1 وال 2 وال 3، عرفنا ال 1 اللي هو الثريد اوف بولت لينس، ده بيبقى يساوي ضعف ثريد اوف بولت لينس اللي هو طول المسمار، طول الجزء من المسمار المقلوص اللي هو هيركب في التقب، ده بيساوي 2 ديامتر زائد 1.25 ملم. والهول بتبقى بتساوي طول المسمار، واحنا عرفنا ان المسمار ده هو ده بيبقى اقل اصغر طول، فاحنا عندنا 3 اطوال دلوقتي، طول المسمار اللي هيركب في الهول، وطول الألغوز المعمول في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهول، وطول الهول نفسها. اكبر حاجه طول الهول نفسها، واصغر منها شويه ب 25% من الديامتر اللي هو الايه اللي هو طول الألغوز اللي معمول في الثقب، واصغر منه ب 25% اللي هو ايه طول الجزء المعلوز من المسمار اللي هو الألغوز الخارجي. يبقى الألغوز الخارجي هو بيكون اللي هو بتاع المسمار اللي هو ده ايه اصغر ما يمكن، وبعديه بيزيد عليه ب 25% من الديامتر الالغوز بتاع التقب، وبيزيد على طول بتاع الغوز التقب ب 25% الديامتر الايه طول التقب نفسه اللي انا هعمله عشان اعمل فيه الالغوز عشان اركب فيه الايه المسمار. وبالتالي لو انا عرفت طول المسمار من عرفت قطر المسمار اقدر احدد منه طول الجزء اللي هيخش في الايه في المسمار، وهو طوله بيبقى كام؟ 2 الديامتر زائد 1.25 ملم. دي ضرورية، ودي الحسابات دي متاخدة من الخبرة العملية، وعشان القوة بتنشأ يعني القوة بتاعة الربط بتنشأ من طول المسمار، لأن طول المسمار بيعني عندي عدد السنان
بين المسمار وبين الثقب اللي هما في حاله تعشيق او في حاله انجيجمنت، في حاله تعشيق مع بعض. كل ما الطول ده زاد كل ما كانت الايه الوصله بتاعتي ايه اكثر ايه قوه. دي الايه البيانات اللي احنا ايه لازم نكون ايه عارفينها واخدين بالنا ايه منها. والرسمه دي طبعا الابعاد اللي فيها دي بالنسبه للستب، بالنسبه للمسمار لاي مسمار سواء كان تاب بولت او ثرو بولت، نفس الابعاد دي هي ونفس البيانات دي هي ونفس القواعد دي هي بتسري برضو على ايه على التنين مع التصرف. يعني مع ايه مع التصرف يعني الجزء الفوقاني بتاع الاصطاد اللي هو فيه الصامولة يسري عليه اللي بيسري على الجزء البارز من الايه من الثرو بولت وبالنسبة للتاب بولت بيفرق عن الشكل اللي قدام ده حاجة واحدة، في ان الصامولة الفوقانية اللي احنا هنركبها بتبقى مش موجوده، بيكون مكانها بالنسبه للتاب بولت بيكون مكانها راس الايه راس المسمار اللي هو بيبقى ارتفاعها كام 7 من 10 الايه الديامتر. يبقى قلنا حاجه واحده ان الجزء فيه هنا بعد اسمه ال اللي هو في الرسمه من فوق خالص اللي هو بين سطح الشغله العلوي الشغله العلويه وبين نهايه المسمار ده عباره عن ايه عباره عن ارتفاع الورده وارتفاع الصامولة وجزء من المسمار. الجزء من المسمار ده هو ده بيكون في حدود من 3 من 10 5 من 10 الايه الديامتر بتاع الايه المسمار بتاع المسمار. وبالتالي يبقى الاساس عندي بيبقى دايما هو ايه قطر المسمار اللي هو جاي من ايه من حجم المسمار الام بتاعت المسمار، هل هو ام 30 ام 33 وهكذا. وبكده بقى احنا ايه اتكلمنا على الابعاد النسبيه بالنسبه للمسامير. هنشوف بقى التطبيق على الاسترين او الالونجيشن بمعنى صح الالونجيشن بتحصل في المسمار نتيجه ربطه. وهناخد مثال المثال اللي قدامنا دون المثال اللي قدامنا ده عباره عن ايه عباره عن جسم سفلي عباره عن اسطوانه، احنا واخدين جزء منها واخدين مقطع منها جزء صغير منها وجزء علوي هو الغطاء بتاع هذه الاسطوانه وبينهم اللي هو متخشر يمين وشمال اللي هو ايه جاسكت او حابك او ماده سيل ماده مانع تسرب لايه لضغوط ممكن تكون موجوده جوه الاسطوانه. الاسطوانه دي مربوطه بمجموعه مسامير، ادي مسمار منها هو ودي مسمار ايه ثرو بولت بس راكب من اسفل الى اعلى، يعني المسمار اتمسك في الايد كده وتركب من تحت لغايه لما طرف المسمار ظهر من فوق وبعد كده تركبت فيه ايه الصاموله. طبعا الرسمه دي تعتبر رسمه مش سليمه بسبب لان هي المفروض كان يحط تحت الصاموله اللي باينه في الشكل من فوق دي لازم كان يحط تحتيها ايه ورده، هو هنا مش حاطط ورده طبعا ده يعتبر خطا ايه المفروض الواحد ايه ياخد بالنا. نلاحظ حاجه نلاحظ ان الايه الالووز هنا هو بتاع نهايه الالووز بتاع المسمار تحت السطح العلوي للغطاء بتاع السلندر، يعني دي الجزء التحتاني ده السلندر وده الكفر بتاعها الجزء الفوقاني الكفر، يبقى نهايه الالووز تحت السطح العلوي للكفر وده يبقى كده ايه مظبوط. الوضع اللي احنا شايفين دون ده ايه المسمار في البدايه خالص بعد ما انا مجرد ركبته من يعني مجرد عديته من اسفل الى اعلى وحطيت الصاموله وربطتها بايدي كده لكن ما حبكتش جامد، ده اللي احنا بنسميه ايه نوت تايتند بوزيشن، يعني الوضع اللي هما ما تمش فيه ايه الربط لسه في البدايه. هاجي بعد كده همسك راس المسمار بالمفتاح والصاموله بمفتاح تاني واثبت راس المسمار عشان ما تلفش وابتدي احرك الصاموله لغايه لما يبتدي ايه يربطوا مع بعض. اول ما هيحصل كده هو هيحصل ايه هبص الاقي الوضع اللي قدامي ده هيظهر ده البولت تايتند اللي ظهر ايه كده قدامي. نلاحظ حاجه نلاحظ ان حصل في زياده في طول المسمار، يعني في خطين افقيين كده عند المسمار هو نفس المسمار ده هو المسمار ده الزياده اللي حصلت في طول المسمار ده نتيجه الشد لما باجي اربط بالصاموله فبيبتدي يشد المسمار وبالتالي المسمار هيبقى اندر تنشن. وهنا في الحاله دي نلاحظ حاجه ان الجاسكت اللي في الوسط اللي بينهم في الرسم اللي على الشمال والرسم على اليمين حصل فرق بينهم لان كمان حصل انضغاط في الجاسكت، يعني الزياده دي هي من حاجتين الانضغاط بتاع الجاسكت
بتاع الحابك اللي في الوسط بين السلندر والكفر بتاعها، وتاني حاجه ايه الزياده في طول المسمار نتيجه التنشن اللي هو اتعرض ليه نتيجه عمليه الايه التايتن. اول ما نعرض دي للضغط زي ما واضح كده قدامنا كده، معنى كده الاسطوانه دي حصل فيها ايه ضغط ايه داخلي. ضغط داخلي ده هيعمل ايه؟ هيحاول يضغط على الكفر يرفعه لفوق، فهيبتدي ياثر على المسمار بقوه تنشن اضافيه. قوه تنشن اضافيه دي هتعمل ايه؟ هتعمل لي زياده في طول المسمار زي ما هو واضح في الصوره اللي قدامنا كده. هيحصل في زياده اخرى ايه حصلت في طول المسمار. يعني نلاحظ ان المسمار في الحاله الاخيره دي ده مسمار عليه اكسترنال لود اللي هو نتيجه البريشر، فحصل في زياده في الطول ايه كمان ايه زياده. وبالتالي دلوقتي عندنا ثلاث المسمار في ثلاث حالات من الشمال لليمين. اول حاله لما المسمار بعد ما دككته في مكانه او ركبته في مكانه بدون تايتنج، بدون انيشال بنسميه تايتنج او ربط، يعني بدون ربط، فكان ايه ليه طول معين والجاسكت كان ايه حر فري فكان تخين. اول ما جه عليه الضغط اول ما ربطت المسمار اللي هي الحاله الرسمه اللي في الوسط، اول ما ربطت المسمار اللي حصل ان الجاسكت بتاعي تخنته قلت، بالاضافه لكده المسمار ده كمان حصل فيه الونجيشن تنشن فزاد بمسافه. المسافه اللي زادها فوق دي اللي هي بين الرسمه الاولانيه والرسمه الثانيه، انا يعني بتكلم الرسمه الاولانيه من ناحيه الشمال والرسمه الثانيه بين الاولى والثانيه، يعني بين الرسمه اللي على الشمال والرسمه اللي في المنتصف، الفرق بينهم قد ايه؟ الفرق بينهم اللي هو الفرق اللي ناتج نتيجه عمليه الايه الربط ونتيجه ايه الانضغاط اللي حصل في الجاسكت او في السيلينج اللي موجود بين الكفر وبين السلندر. الرسمه اللي على اليمين اللي هي الاخيره الثالثه دي بقى الحاله دي لما حصل البريشر اللي ده جوه الاسطوانه، لما جيت اشغل الاسطوانه حصل فيها بريشر اصبحت في السيرفيس يعني في الخدمه. اللي حصل ايه؟ هلاحظ ان حصل فيه الونجيشن، حصلت فوق الونجيشن نتيجه ان المسمار حصل فيه استطاله نتيجه ان الضغط ده بيحاول يرفع الغطاء عن الاسطوانه. يعني لو تخيل مفيش المسامير دي كان اول ما يجي غطاء زي كده يروح الغطاء يطير لفوق. طب ايه اللي بيمنعه؟ المسامير. فعشان كده المسامير فيها تنشن. بس لاحظ حاجه ان الونجيشن اللي حصلت دي نتيجه البريشر، بس برضو نلاحظ ان الجاسكت هبتدي ايه تخانته تزيد شويه لان ايه مع الضغط هيبتدي الغطاء يحاول ياخد وش الصاموله اللي على المسمار ويحاول يرفعها لفوق، فالجاسكت بتاعتها هيزيد قطرها شويه، هيزيد تخانتها شويه. وعشان كده لو نقارن بين السيكنس بتاع الجاسكت في الحاله الاولى والثانيه والثالثه، لا في الحاله اللي هي فيها نوت تايتند كان كبير قوي قوي قوي، لما عملت تايتند للبولت بقت صغيره قوي قوي قوي، لما حصل الضغط بقت حاجه ان بتوين، حاجه في الوسط بين الاثنين، التخانه بتاعته بين الاثنين اقل من الحاله بتاعت نوت تايتند واكبر من الحاله بتاعت البولت تايتند بدون ايه بدون تشغيل بدون اكسترنال ايه فورس. ودي ده اللي بيحصل في المسمار خلال عمليه ايه التركيب بتاعه او نتيجه التنشن اللي بيحصل ايه فيه. مثال على كده الرسمه اللي قدامنا دي بتوضح لي ايه؟ بتوضح لي ادي الاسطوانه اهي اللي هو مرسوم لها اليفيشن، بص الاليفيشن اللي هو فيه التهشير. الاسطوانه وعليها ضغط داخلي بي، والاسطوانه ليها قطر داخلي دي، وبالتالي اول ما هيجي عليها الضغط البريشر بي هلاقي ان الكفر عليه قوه اسمها بي اهي محطوطه في السنتر لاين لاعلى. الكفر ده مربوط في الاسطوانه طبعا في الوسط بينهم جاسكت ومربوط بالاسطوانه عن طريق مجموعه من المسامير عددها 12 مسمار حوالين ايه المحيط الدائري بتاع الكفر يربط الكفر مع الايه الغطاء، والمسمار قطره دي الصغيره دي. وطبعا دي الصغيره ده بنصممها ازاي؟ بنصمم ان هي اندر تنشن. واندر تنشن ازاي؟ نتيجه لو انا جبت البريشر اللي مأثر في الاسطوانه دهيا اللي بيأثر البريشر الداخلي وضربته في مساحه الاسطوانه، مساحه المقطع بتاع الاسطوانه اللي هو باي دي كابيتال سكوير على 4، هيديني قيمه الفورس بي. قيمه الفورس بي لو قسمتها عدد المسامير اللي هم 12 هيديني قيمه الفورس اللي بتحملها كل مسمار. لو قسمت قيمه الفورس كل مسمار ديا، لو انا عندي السترينث او السيجما تنشن بتاعه الماتيريال بتاعه المسمار ديا ودي موجوده في التيبلز، اقدر منها اجيب المساحه بتاعه المسمار اللي انا محتاجها علشان او المساحه لكل مسمار من ال 12 مسمار اللي انا محتاجهم
ومنها اقدر اجيب قطر المسمار واجيب الام بتاعت الايه المسمار. نفترض ان الام دي نفترض ان هي طلعت مثلا 23.2، في الحاله دي لازم استخدم مسمار ام 24، يعني يبقى قطر المسمار ده اللي هستخدمه هيبقى كام؟ انا بتكلم في عمليه التصميم في الحسابات، يعني دي بتاعت المسمار دي هتبقى كام؟ هتبقى 24، لان هستخدم مسمار ام 24، وبالتالي هيبقى الثقوب اللي معموله في الاسطوانه في الجناح بتاع الاسطوانه او في الفلانج بتاع الاسطوانه وفي الكفر اللي هم الثقوب اللي هيتجمعوا على بعض عشان احط فيهم المسامير، هيبقى القطر بتاعها 1.1 الايه دي اللي هي الايه بتاعه الايه المسمار. والمثال ده يعني مثال بيوضح لي ايه عمليه الايه المسمار واللي بيحصل فيه، والصوره الواضحه قدامي دي بتوديني تكبير للمنطقه بتاعه المسمار والتركيب بتاعها والتصميم بتاعها او الرسم بتاعها في الرسومات الايه التفصيليه. قبل ما ننهي كلامنا عن المسامير هنتعرض دلوقتي للصامولة والوشر، اللي هي النط والوشر. الاول حاجة بالنسبة للنط، دي طريقة رسمها، ونلاحظ ان طريقة رسمها ان اول حاجة نشوف الابعاد بتاعتها. القطر بتاعتها بيكون قطر المسمار لو كان دي اللي هو في البلان، لو كان قطر المسمار دي فبيكون بين المسمار والعوز اللي هو الثقب الداخلي اللي هو قطري ده، ده قطر الصامولة الداخلي، والمنقط اللي براه او الخط الدائري الناقص اللي براه ده الايه الالعوز الخارجي بتاعنا، العوز الداخلي بتاع الصامولة. والقطر الخارجي بيبقى للصامولة في ليها قطر اللي هو دي واحد، اللي هو قطر اللي هو القطر الداخلي للقيعان بتاعه الغوص، ودي 2 اللي هو قطر الصامولة من بره اللي هو 1.5 الديامتر. والقطر الاكبر قطر الاسطوانه اللي هو من الحروف المسدسه بتاعتها من الخارج اللي هو البعد ايه ده اللي هو بيساوي 2 دي. الرسمه من فوق بتوضح لي ان الكيرفيتش في عندي الشطفيه دي بتمثل عندي في الاليفيشن مثلا من فوق ومن تحت، لانه مشطوف من فوق ومن تحت بالنسبه للصامولة، لكن بالنسبه للمسمار اللي بيتقال على الصامولة يتقال على راس المسمار المسدسه. بالنسبه للصامولة بيبقى الكيرفيتشرز الموجوده دي بتاعت الشطفيه بتبقى موجوده على السطحين العلوي والسفلي للصامولة، لكن بالنسبه للمسمار على سطح واحد اللي هو السطح العلوي فقط، لكن السطح السفلي اللي هو ملامس للعمود نفسه او للبار او للجزء الدائري بتاع المسمار ما بيتعملها ما بتعملوش شطفيه. المنحنيات دي بتتعمل ازاي؟ في نلاحظ ان هي ثلاث منحنيات. منحنى الاوسط ده الكبير ده بيبقى 75% الاي، يعني 75% من الاثنين دي بتاع في المسمار، والاثنين الصغيرين دول اللي على الحرف دول بيبقوا في منتصف المسافه. يعني لاحظ ان المركز بتاع الاقواس الصغيره في منتصف المستطيلات الصغيره اللي على الحرف اللي على اليمين وعلى الشمال، لان في الالفيجن الصامولة دي وضعتها تظهر ايه ثلاث مستطيلات، مستطيلين صغيرين ومستطيل كبير في الوسط. المستطيل الكبير في الوسط هيتعمل له 2 كيرفيتشر، المركز بتاعه على السنتر لاين بقطر 75% ايه. الاثنين اللي على الحرف بيتعملوا الكيرفيتشر بتاعها بيعمل بقطر يساوي نص عرض المستطيل، وبتعمل شطفيه زاويه مايله حاده بزاويه 30 درجه زي ما واضح في الايه في الاليفيشن. ارتفاع الصامولة بالكامل 8.10 دي، لكن لو كانت راس مسمار هتبقى 7.10 دي. اللي اتقال على الكيرفيتشرز اللي من السطح الفوقي هو نفسه الكيرفيتشر بتاع السطح الايه السفلي. اما في السايد فيو فبيظهر لي ايه مستطيلين فيهم ايه كل مستطيل فيه كيرفيتشر فيه قوس او منحنى من فوق من تحت. طبعا القوس ده هو هيبقى سنتر لاين بتاعه على في على على الخط السنتر لاين بتاع القوس ده هون، او السنتر بتاع القوس ده هون هيبقى على السنتر لاين اللي مر بمنتصف كل مستطيل، والار بتاعته بايه على 2. ده بالنسبه لايه للصامولة. اما بالنسبه للوشر فنلاقي الوضع ايه زي ما واضح قدامنا كده،
الوشر بيبقى ليها طبعا احنا عارفين هي عباره عن حته ديسك كده لقطر خارجي وقطر داخلي، وقطر داخلي وقطر خارجي. القطر الداخلي دي واحد والقطر الخارجي دي اتنين. القطر الداخلي بيبقى 1.5% قطر العمود او قطر المسمار يعني، والقطر الخارجي بيبقى 2 قطر المسمار، والتخانة بتاعتها تي بتبقى 15% قطر المسمار. والابعاد هي المفروض تبقى في ذهننا، لان احنا لما نيجي نرسم اي مسمار او نصمم اي حاجة لازم هنتعرض لمثل هذه الرسومات. وبكده بقى احنا هنا الاعتبارات التصميمية او بعض الاعتبارات التصميمية. طبعا في التمارين والواحد بيشتغل في التمارين هتبص لقى في بعض الحاجات لازم هتعرض لها وايه هيتقال ايه في حين. وبكده بقى هنا الاعتبارات التصميمية الخاصة بوصلات المسامير.